تزوجت بفوق وحصول الأبطار أبعدية وتزوجت الغزالة على جبال حلوة ومنطقة المجاورة حتى منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله. وتنصحك هي العامة للأصطاد والملاحة الجوية والابتعاد عن مجال الأودية وعدم المجازفة بعبورها. كما تود أن تلفت الانتباه إلى أن العواصف الرعدية المحلية الصيفية قد تكون مصحوبة مدارية في حالة في بحر العرب حاليا. الله يحفظ إن شاء الله الجميع وكذا لكم يوم مزيد وموفق بإذن الله. وإحنا لازلنا معكم حتى على رسائل مصرية على 90456 كرم جديد 246. الطريقة التقليدية مش الطريقة الحضارية اللي Tu mas kendi. Tu mas kendi. Ana. Bising. Ibu, 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 ibu,